المجلس الحالي وأنت اليوم مراقب ولك خبرتك البرلمانية العريقة، يعني تعتقد مسالم أن إحنا في مرحلة هدوء والنواب اليوم يعني في وئام مع الحكومة، أم أن هذا هدوء يسبق العاصفة؟ شوف، أنا أحب دائما أسمي الأشياء بمسمياتها. ثلاث نقاط رئيسية. هذا المجلس شهد مخالفات دستورية كبيرة. هذا المجلس؟ نعم. رؤساء الحكومة السابقين كانوا يستجوبون قبل أداء القسم. رئيس الحكومة السابق كان قبل لا يدي القسم يستجوب. اليوم ذات المجموعة ما قاعدة تمارس أي دور رقابي، أو بالرغم من تأخر الحكومة أو مخالفة المادة 87 من الدستور. أو أنت تشوف الجلسة تفتح ما حد كان مخالفة دستورية؟ وبناء عليه أنا ماني من دعاة التحريض، بالعكس. أنا كما كنت ثابت، أنا مؤيد التوافق والتعاون، لأن هذا راح يؤدي إلى إنجاز، راح يؤدي إلى مصلحة البلد اللي هي أهم المجلس وأهم الحكومة بنفسها. أنا من دعاة أن يكون في توافق، وأعتقد أنت كونت رأيي خلال لقاءات متعددة عن طبيعتي الشخصية أو طبيعتي البرلمانية. لكن لازم نقر أن هذه مخالفات حصلت. هذا واحد. اثنين، ما هو أهم من ذلك وردا على سؤالك، أنا أتوقع عاصفة جاية وعاصفة رائحة؟ لا، لأنهم ذات النواب اللي كانوا يقودون هذا المشهد اليوم هم اليوم هذا النواب اللي هم كنهم يعني لم يبدوا رأيا، يعني ما بي أسيء حق أحد. فالناس ذاكرتها جيدة، وتعرف يعني الناس ذاكرتها جيدة ولا غير جيدة؟ لا، ذاكرتها جيدة ويعرفون كل شيء، لكن الناس مع المصلحة العامة، وأنا ذاتي مع المصلحة العامة. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إذا كان هذا التوافق سيؤدي إلى مصلحة الكويت، إلى حلحلة قضية البدون، إلى حلحلة قضية السكن، إلى توفير فرص عمل، إلى انعاش الخدمات، أنا مع المصلحة العامة. وأتمنى صادقا لكل النواب بدءا من رئيس المجلس إلى يعني آخر نائب في المجلس، أتمنى لهم بصدق أنهم ينجحون. تتمنى، لكن أنت وأن يتوافقون. قراءتي اللي قاعد أشوفها، لا يعني النواب في قاية التوافق، ولا زال شهر العسل مستمرا مع الحكومة. شوفه شهر عسل بين النواب. أشوفه شهر عسل، وأتمنى يكون عسل دائم، لأن في النهاية هذا التوافق راح ينعكس علي، وأنا من خلال برنامجك يعني أقول لهم أتمنى لكم النجاح والتوفيق. وهذا الملعب البرلماني، وهذا خلينا نشوف النتائج، خلينا نشوف حلول حقيقية بعيدة عن الشعارات. كأنك قاعد تقول بسالم تحدي بلغة أخرى. لا حاشا لله، والله العظيم خلنا نشوف يعني. والله وأنا حلفت بالعظيم يعني أني أتمنى صادقا، لأن أشوف أنا أعتقد النائب لا يعطيك معاش، والوزير لا يعطيك بيت ولا كذا، الله ثم الكويت.